دعونا نتعرف على صديقتنا في هذه المقابلة. ما اسمك؟ لوزين. كم عمرك؟ 12. من أكثر شخص تحبيه؟ بابا وماما ولين، لأنه هم اللي بخافوا على مستقبلنا، وهم اللي بيحكونا إيش نعمل وإيش نعمل الأشياء الصح. ما أكثر شيء تحبيه؟ التصوير. من الشخص الذي تريدين أن تصبحي مثله عندما تكبرين؟ مصورة. بحب أعمل أفلام وبحب أصور شغلات. كيف ترين الحياة بعد 50 عام من الآن؟ حياة متطورة، ممكن نخترعوا عدسات دقيقين وصغيرة. نحن الجيل المتقدم. نراكم إلى اللقاء.